شي ولويت رجلي. مو معقول بموبايلي ما في تغطية. ماهي انتي روحي، اكيد الينا بتكون سمعت صوتي. هربي انتي يلا. ما بدي، ما فيني اتركك بنص الغابة وانتي بهي الحالة. ستيا بعتنا مع بعض، ما بتركك. لو سمحتي روحي بنتي، كل هالشي عم يصير بسببي. ما فيني خاطر فيكي ابدا. انتي روحي وانا بلحقك بعد شوي. يلا روحي بسرعة، يلا بسرعة. ماهي ستيا وين مرت عمي؟ لازم اروح بسرعه. ستيا ماما لويت رجلها هلا، هي ضلت بالغابه. ما بقدر خليك تروح لهنيك لحالك ستيا. الينا معها مسدس وبتعرف انه هي ممكن تعمل اي شيء وتاذيك. بس نحن ما فينا نترك مرت عمي لحالها. اي مزبوط ستيا، انا من شوي شفت مخفر شرطه على الطريق، لازم نطلب مساعدتهم، ما لازم نضل لحالنا. طيب تعي معي. ماي الدولاب منزوع، نحن ما فينا نبعد كتير. ايه انا بعرف هالشي، بس المخفر مانو بعيد. ألينا وأخيني كتير منيح. أنا كتير فرحانة وأخيراً نحن قدرنا نشعل الشمعة. ماهي ماهي تحكمي بالسيارة، ماهي تحكمي بالسيارة. ستيا ما عم اقدر اتحكم فيها.